حين تكون كبيرا كل ما يخصك سيشبهك، سيختال بأنه منك، سيباهي بأنه يحمل اسمك أو يعرفك أو تعرفه. ملعب السلام أصبح ملعب الأهلي، كان كبيرا والآن يباهي بأنه بساط القلعة الحمراء، بعد أن حصل الأهلي على حق انتفاع للإستاد لمدة 25 عاما ضمن مشروع رؤية وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتم بالفعل نقل أغلب تدريبات الفريق ومبارياته الودية من ملعب التتش إلى هناك. يقع الاستاد في مدينة السلام بمصر في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة، يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي، ومن الجهة الشرقية مساكن النهضة. يتسع الاستاد لأكثر من 25,000 متفرج، تم الانتهاء من بنائه عام 2009 لاستضافة مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب التي أقيمت في نفس العام، وقد حظي وقتها بإشادة الجميع، الفرق المشاركة ومنظم الاتحاد الدولي، واليوم قطعا ينتظره المزيد، فالأهلي بات الواجهة. يتميز استاد السلام بوجود مهبط للطيران، وصممت مدرجاته بشكل بيضاوي مما يوفر لكل مشاهد الرؤية المثالية. أرضية الملعب من النجيل الطبيعي، وبه نظام فريد لحماية الفرق الرياضية والجمهور وضمان سلامتهم من خلال وجود كاميرات تلفزيونية للمراقبة والتحكم الآلي في مداخل المبنى. وقد صممت واجهة المقصورة بتصميم معماري رائع. استاد الأهلي بالسلام الآن أصبح في الحكاية ما يستحق الرواية. الآن اللون الأحمر يشع من هناك، لون النصر، لون الأهلي، لون بطل أفريقيا.